أهلا بكم. أغلق سوق العاصمة أبوظبي اليوم على تراجعات بأكثر من 1% عند مستويات 4416 نقطة، بقيم تداولات بلغت أكثر من 154 مليون درهم، ليتم التداول على أكثر من 102 مليون سهم. أما عن حركة وأداء القطاعات فجاءت جميعها على تراجعات باللون الأحمر، باستثناء قطاع الخدمات جاء على استقرار، وجاء في مقدمة هذه التراجعات قطاع العقارات بأكثر من 3% تراجعات. أكثر الارتفاع عن اليوم من حيث الأسهم جاء سهم أركان ارتفاعات أكثر من 5%. أما عن قائمة التراجعات فيتصدرها سهم طاقة بتراجعات أكثر من 7%. وعن الأكثر نشاطا بالكميات يأتي سهم إشراق متصدر هذه القائمة بأكثر من 25 مليون سهم. وأخيرا تركزت السيولة اليوم لدى سهم بنك أبوظبي الوطني بأكثر من 22 مليون درهم.